بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض والشفاعة، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، في إطار حديثنا عن الهجرة ودروس الهجرة، يمكن أن نستحضر عنصرا هاما من عناصر الهجرة إلى الله، وهو الهجرة عما نهى عنه الشارع، الهجرة عما نهى عنه الشارع. ومما نهى عنه الشارع الحكيم الشح والبخل والاستئثار بالمال. وقد ورد في ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي أو انضحي أو انفحي. هذه كلها روايات وردت: أنفقي، انضحي، انضحي، انفحي، وورد أيضا ارضخي، ولكن في حديث آخر، في لفظ آخر: ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي لفظ للإمام البخاري: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. وجميع هذه الألفاظ فيها كناية عن الإنفاق في سبيل الله تعالى، وعن عدم الشح، وعن اجتناب البخل والاستئثار بالمال، وعن الالتزام بالعطاء والتضحية والسماحة. وقد عبر عن هذه الثلاثة بالنضح والنضخ والرضخ والنفح، كما في هذه الروايات جميعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ما استطعت، فيه إرشاد إلى السماحة في العطاء والفضل فيه بحسب الإمكان والطاقة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والمقصود بذلك رفع الحرج، قال الله تقدست أسماؤه في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما استطعت، ارضخي ما استطعت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في موطئه والبخاري ومسلم وغيرهم: رحم الله امرأ سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي هذه الآثار وفي هذه الأحاديث الشريفة ندب لإنفاق المال في وجوه الخير، وعدم إمساكه وادخاره. وهذا هو المقصود بالإحصاء المنهي عنه في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: إمساك المال وادخاره هو المقصود بالإحصاء المنهي عنه في هذا الحديث، لأن ذلك ممحق للبركة، مانع للرزق،
وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش لقلال. وقد ورد في حديث آخر دعاء الملكين في كل صبيحة، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي هذا كله دليل على أن الصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وتنمي الشيء المتصدق منه سواء كان مالا أو علما أو متاعا أو أي شيء آخر مما آتى الله تعالى عبده المتصدق. وقد ذم الله تعالى البخل والشح والإحصاء المذكور في حديث سيدتنا أسماء في آيات جامعة مانعة في سورة العاديات، فقال تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه يوم لقائه، آمين. وأن يبعد عنا الشح والبخل، وأن يجعلنا من أهل الإنفاق في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن ينصر مولانا أمير المؤمنين، ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.